بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده واخبار جديده هتسمعوها وتعرفوها معانا النهارده في حلقتنا، في حلقه الاشبال. في الجزء الحواري الثاني في حلقتنا النهارده هيكون عندي اثنين من لاعيبه مستقبل النادي الاهلي، اثنين من اللعيبه اللي احنا دايما بنتنبأ ليهم ان شاء الله بمستقبل كبير مع النادي الاهلي في الفتره القادمه. لاعيبه فريق 2008 عمر العدوي وزياد ايوب في الجزء الحواري الثاني في حلقتنا في حلقه اليوم، حلقه الاشبال. لكن في البدايه خالص التعازي في وفاه لاعب مودرن سبورت احمد رفعت ولاعب منتخب مصر. احمد رفعت اللي بعد وفاته اثر في الجميع. احمد رفعت واحد من اللعيبه على المستوى الشخصي انا كنت بحبهم جدا وكنت بستمتع بلعبه. واحد من اللعيبه اللي عمرنا ما سمعنا ليه مشكله في الملعب، اخلاقياته كانت على اعلى مستوى، سواء مع الاجهزه الفنيه اللي لعب معاها، سواء ايضا مع الحكام، مع زملائه كمان في قطاع الناشئين. وبالمناسبه احمد رفعت واحد من اللعيبه اللي ابتدوا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده انتقل لنادي انبي، وكان الكابتن امام محمدين واحد من الناس اللي هو يعني كان ليه بصمه كبيره على احمد رفعت رحمه الله عليه. خلونا نروح للكابتن امام محمدين رئيس قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري، اللي هيحكي لنا كتير عن احمد رفعت، واحد من ابناء الله يرحمه، يعني اللي خده من النادي الاهلي وحضر معاه مشوار طويل في كره القدم. تعالوا نسمع الكابتن امام محمدين. تحياتي ليك يا كابتن امام. تحياتي ليك كل مستمعين حضرتك. البقاء لله في وفاه احمد رفعت، واحد من اللي انت يعني كنت بتحبهم، واحد من ابنائك، واحد من اللي انت اكتشفتهم، واحد من اللي انت كنت بتعتز بيهم. والله انت عارف مجال الكره كابتن اسامه، انت بتحب كل اللاعبين سواء اهلي زمالك انبي، هم في الاول وفي الاخر رياضيين زينا زيك، بتبقى عشت حياه قريبه منهم شويه، فده اللي بيخليك ممكن تكون متاثر سلبيا شويه، لكن هي سنه الحياه. هو في مكان احسن من اللي احنا فيه كلنا، ولا نحتاس على ربنا ولا نزايد عليه، ربنا يرحمه ويغفر له، وانا لا يرجعون. وانت موجود دلوقتي في العزاء كابتن امام، متواجد في عزاء احمد رفعت، عايز ارجع بيك للذكريات لورا شويه. احمد رفعت كان يعني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده كنت انت سبب انه ينضم لقطاع الناشئين بنادي انبي، وبدا مسيره رائعه. يعني انت عارف ان احنا بدايتنا في قطاع الناشئين في انبي في 2003، وكنا في فترة قبلها خضنا بمر منافسات في الدرجة الثانية فترة طويلة مع قادة كبيرة من النادي الأهلي. أول ما ابتدينا في 2003 كان أحمد جه من الحمول كفر الشيخ للنادي الأهلي، وانتظم في اختباراتهم، وحب يعمل رحلة زي المثل الأعلى ليه، كان حسام غالي ابن بلده وابن مدينته. فما كنا بنلعب مراحل سنيه 10 سنين و11 سنه و12 سنه، احمد والمجموعه بتاعته رامي ربيعه بادئين في الاهلي من سن صغيره، محمود كهربا، محمود ده كان اصغر منهم شويه، محمود والبلعوطي وشريف دابو وتريزيجيه، دول كانت مجموعه 94. ففي موسم 2008 النادي الاهلي بيعمل اختبار مقارنه كده، وبيدمج ما بين مرحلتين سنتين عشان يجهز بقى للسن اللي هو بيلعب دوري جمهوريه، وهيتاخد منه منتخب مواليد 93. فكان ما فيش حظ لاحمد انه يكمل. حتى هو اشار للموضوع ده رحمه الله عليه، قال لك مش معنى كده ان الاهلي وحش او الاهلي تبني، كان في فعلا في التوقيت لعيبه احسن مني وكانوا يستحقوا الانضمام ويبقوا في قوام الفريق الاهلي يعني. فكان من حظنا ان احنا كنا ماشيين على يعني على طريقه الاهلي، سواء في الاداره الرياضيه او في اللعيبه، حتى النظم، وانت عارف الكلام ده كويس. شارك قاده كتير من النادي الاهلي في بناء نادي انبي في بداياته، سواء على مستوى الدرجه الثانيه او الدوري الممتاز به. فمن كتر مشاهدتي ليه في المراحل الثانيه 10 و11 و12، لما جه النادي الاهلي قسم الكلام ده في سن 15 سنه ودمج، طبعا فقدنا لعيبه كتير. كان من حظ ان انا خدت حوالي خمس ست لعيبه من اللي مشوا،
نجحنا باربعه فيهم كانوا متميزين، بلعوطي وكهربا واحمد رفعت وشريف دابو. فاخدت رحله معاه طويله طبعا، انا عارف احمد وعارف الله يرحمه يا كابتن امام. ايه اللي كان بيميز احمد رفعت وانت يعني وانت عشيرته كتير وهو ولد صغير؟ لعيب ليه شخصيه واضحه. انت عارف في السن الصغير ده بيبقى الولاد برضو مش باينين قوي، ما بانش قوي ملامح الشخصيه غير في سن 16 17. لكن احمد كان باين عليه رجوله مبكره، عنده شخصيه، هادي، بيتناقش معاك، من نوعيه اللعيبه اللي بتتكلم دايما. سواء كنت حتى بتديله مهام او بتناقشه في امور الحياه بيناقشك بعقلانيه، فكان واضح ان هو ناضج اكتر من قرنائه في السن ده. وبالتالي انت دايما في مجال الرياضه او مجال الناشئين تحب انه اللاعب يبقى عنده شخصيه عشان يقدر يفرض على خصومه رؤيته في الملعب. ما ينفعش تمنع الكلام ده عن لاعب كره القدم يعني. فالحقيقه كان هو ظاهر وواضح، وموهبته ما كانتش يعني محتاجه لمراجعه، فهو حتى قعد سنتين بالظبط في الناشئين، وبدا يلعب في 2009 مع مستر مالدينوف. هو وصالح جمعه يعني انت عارف ان هم اتنين كانوا يعني زي الدويتو في النادي. وخد الكارير بتاعه بقى لغايه ما طلع درجه اولى وبدا يلعب مباشره، ما بقاش ينزل معانا ناشئين، لكن صاحبته في كل الفترات دي يعني لغايه ما حب يتنقل لنادي الزمالك. يعني زكيت الكلام ده، اي حد بيحب يروح اهلي او زمالك ما بتوقفش في مصلحته طالما هو وصل لسقف الطموح بتاعه لمستوى اعلى من قدرات اللي احنا كنا فيها. لما كنت تتسائل عليها يا كابتن امام وهو بينتقل من نادي الاخر، يعني كان ممكن يحصل محادثه ما بينكم، كلام ما بينكم، ممكن تتقابلوا، حد يسالك عن احمد رفعت، كنت بتقول عليه ايه وعن الموهبه دي اللي انت يعني حطيت بذرتها في الارض؟ والله انا سالت كتير بصراحه من مسؤولين كبار في لعيبه وكده، لكن الحقيقه الواحد بيجاوب بمنتهى المصداقيه والشفافيه مع لان معنى ان الناس تسالك يبقى انت اهل ثقه، وبالتالي بتقول كل حاجه. احمد يعني انسان متكامل رحمه الله عليه، رياضي بالمعنى الكبير لكلمه رياضي، منضبط، ملتزم، بيأدي مهامه، مخلص، لعيب ما بيعرفش يمثل في الكوره، كان يعيبه العصبيه شويه لحد ممكن نتيجه ظروف البيئه والعائله، ان هو والده توفى في سن صغيره وشارك مع والدته في تربيه اخواته اللي اصغر منه، تحمل مسؤوليه من سن صغيره. لكن ممكن وجوده في فرقه انبي في سن 16 دي سمحته ان كان اصغر لعيب نعمل له عقد احتراف هو وصالح زي ما اشرت قبل كده. فبالتالي بدا يعتمد على نفسه وعلى موارده. وزي ما حضرتك عارف بقى تاريخه، يعني شارك في منتخبات الناشئين ومنتخب الشباب، منتخب الاول كمان، افريقيا مع ربيع لغايه ما راح منتخب اول، لغايه ما يعني حتى اخر مشاركه ليه دوليه مع الفريق الاول منتخب مصر، هدفه الجميل اللي جابه لنا، وهيبقى ذكرى دايما لينا يعني. نشكرك شكرا جزيلا كابتن امام محمدين، والبقاء لله في وفاه يعني احمد رفعت. وزي ما بقول لحضراتكم، واحد من اللعيبه اللي على المستوى الشخصي انا كنت بحبهم جدا. على مدار كام سنه مسيرته في الملاعب عمرنا ما سمعنا ليه مشكله، دايما سلوكياته ممتازه مع الاجهزه الفنيه، مع الحكام، مع كل منظومه كره القدم. دلوقتي احمد رفعت اصبح يعني نسمع كلام كتير خلال الفتره دي، لكن اتمنى الاتحاد تاخد وقتها، تاخد حقها، علشان النهارده بعد وفاه احمد رفعت اللي اثرت فينا كلنا، اصبح احمد رفعت يعني كلام كتير عن الراي العام، واصبح يعني مسار للراي العام. فاتمنى يكون في تحقيق واتحاد تطلع ونشوف ايا كان مين المخطئ، وكلام احمد رفعت وحديثه ان في ناس اثرت عليه نفسيا يكون الامر واضح للجميع. لكن من هنا بندعو له بالرحمه والمغفره، ربنا يصبر أهله وأسرته وكل محبي أحمد رفعت. نروح للأمر الثاني، وفريق النادي الأهلي لكرة القدم، وكان فيه فوز مهم جدا بالأمس على طلائع الجيش، قدر يفوز النادي الأهلي بالثنائية، وكمان أداء أكثر من رائع خلال الشوط الثاني. شفنا الشوط الأول كان يعني في تكتل دفاع كبير من فريق طلائع الجيش، لكن تغييرات مارسيل كولر في الشوط الثاني كان ليها مفعول السحر. شفنا اداء رائع ونتيجه رائعه كمان، وكان من الممكن ان يفوز النادي الاهلي بنتيجه اكثر من هدفين. مكاسب الامس واحنا بنتكلم وبنشوف الهدف الاول لعمرو السوليه، عمليه الروتيشن
اللي احنا بنقول دايما ان مستر مارسيل كولر مجبر عليها. وانت بتتكلم واحنا بنلعب كل 48 ساعة مباراة، ضغط بدني وعصبي كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي في المباريات مطالب فيها بالفوز. بنشوف عملية الروتيشن، ودايما في الفريق اللي بيبحث عن بطولة او البطل لازم يكون عنده دقة قوية اقوى كمان من ال 11 اللي بيبدأوا، وده اللي احنا شفناه في مباراة الامس. من فترة فزنا على طلائع الجيش بنتيجة 4، فالبعض افتكر ان المباراة هتكون سهلة او هتكون في المتناول من اول دقيقة للنادي الاهلي، لكن المباراة امبارح كانت صعبة. قدر عمرو السولية مع اول هدف اللي احنا بنشوفه ده، هدف قدر يفك المباراة، وكان في الدقيقة 50. مكاسب المباراة لما تشوف واحد زي عمر كمال عبد الواحد كان متواجد على الدكة، عمرو السولية، حسين الشحات، رضا سليم اللي نزل كمان في الشوط الثاني، ومحمد مجدي قفشه. الخمسه او الخماسي نزلوا الشوط الثاني وقدروا يغيروا نتيجه المباراه، وقدروا يضيفوا للفريق النادي الاهلي من النواحي البدنيه والنواحي الفنيه. وبنشوف كمان الهدف الثاني، هدف يعني من احلى اهداف الدوري، وسام ابو علي اللي بيمر بفتره قويه مع النادي الاهلي منذ انضمامه في يناير الماضي. هدف حلو، وحلاوه الهدف ان صناعه عمر كمال عبد الواحد البديل، بينزل الشوط الثاني مكان محمد هاني اللي لعب الشوط الاول، وكمان بيضيف للفريق وبيصنع. عمر كمال عبد الواحد واحد من اللعيبه ايضا المميزه. عمرو السليه قدر يحرز الهدف الاول، كمان حسين الشحات مكان احمد عبد القادر اللي ما كانش موفق بالامس، يعني برده في كام كوره برده الحظ عنده بعد مباراه الداخليه. بنشوف رضا سليم وهو بيلعب في مركز غير مركزه، رضا سليم بيلعب وينج رايت او وينج ليفت، بيلعب كمان بوظافه راس حرب عشان يتم اراحه وسام ابو علي. وبنشوف محمد مجدي قفشه يعني رمانة الميزان لما نزل حتى في حوالي 7-8 دقايق و10 دقايق كمان بيضيف للفرقه. ده اللي عاجبني في فريق النادي الاهلي بالامس، ان اللي قاعد بره على الدكه محدش زعلان، كل واحد مستني وقته، كل واحد مستني فرصته علشان يقول انا موجود ويقدر يضيف للفريق. الاختيار في الاول وفي الاخر لمستر مارسيل كولر، هو اللي بيقول مين التشكيله اللي انا مناسبه للمباراه دي، وعندي دكه تكون قويه تقدر تضيف معايا الشوط الثاني. ده رضا سليم بينزل في الدقيقه 80، وبالمناسبه كمان للمباراه الثانيه بينزل في مركز غير مركزه، بيلعب مهاجم وهمي النهارده علشان بالسرعات ويستغل فتح المساحات للناس اللي جايه من تحت، واجاد في الماتشين، ماتش الداخليه وكمان مباراه طلائع الجيش بالامس. وبنشوفنا محمد مجدي قفشه عمل 10 دقائق هايلين امبارح. وسام ابو علي وعايز اقف عنده، وسام ابو علي ما شاء الله بدا يندمج مع فريق لاعبي النادي الاهلي، بدا يخش في التوليفه بتاعت لعيبه النادي الاهلي من اول لحظه. كان جات له اصابه بعدته شويه، رجع منها، انضم لمنتخب فلسطين، حصلت له اصابه بسيطه، رجع مره ثانيه، فبدا يثبت اقدام وسام ابو علي مع فريق النادي الاهلي. وكمان اضافه في خط الهجوم، اضافه كبيره جدا وقويه لوسام ابو علي، واحد من المكاسب المهمه جدا. بنشوف وسام ابو علي وهو بيحرز الهدف الثامن ليه في الدوري بالامس امام طلائع الجيش. ده الهدف اللي قبليه كان امام كان ايضا ده مباراه طلائع الجيش الاولى، وقدر يحرز فيها الهدف الرابع، واحد من الاهداف الممتعه، ودي الاشاره بتاعته او العلامه بتاعته بيقول ان وسام ابو علي جاي في التوقيت او جاي في الميعاد، يعني او الاهداف اللي انا بحرزها بتكون في توقيتها او الميعاد النادي الاهلي اللي محتاج فيه الهدف. هدف من الاهداف الحلوه، وده كان من صناعه طاهر محمد طاهر، وده احراز وسام ابو علي. كمان برضو من المكاسب بنشوف عمليه الروتيشن النهارده. هديكم امثله لما بنتكلم على حراسه المرمى، بنشوف محمد الشناوي وبنشوف مصطفى شوبير النهارده بيتناوبوا، كل واحد بياخد ماتشين، بياخد مباراه علشان النهارده يبقى كله جاهز. ودي من المكاسب المهمه جدا، ايا واحد يتحط، ايا مين الاسم الموجود يتحط، فبيكون مكسب للنادي الاهلي ان تلاقي عندك اتنين حراس سواء محمد الشناوي او مصطفى شوبير. وبالمناسبه امبارح مصطفى شوبير اجاد بشكل كبير في الشوط الاول. دي اهداف وسام ابو علي زي ما قلت لحضراتكم، واحد من المكاسب المهمه جدا في هجوم النادي الاهلي، وبيصنع هنا حسين الشحات. نشوف مركز زي الباك رايت، بتشوف فيه محمد هاني، بتشوف فيه عمر كمال عبد الواحد، وكمان خالد عبد الفتاح اللي لما خد له ماتشين او ثلاثه اجاد فيهم بشكل كبير. فعمليه الروتيشن النهارده ملمه بكل اللعيبه، بنشوف اكرم ومروان
وبنشوف عمرو السولا يدخل معاهم، بنشوف امام عاشور، بنشوف وسام، بنشوف اليو ديانج، بنشوف محمد مجدي قفشه. فعمليه الروتيشن مستمره وبشكل كبير. كمان في الخط الامامي طاهر محمد طاهر كان بعيد فتره والناس بدات تتكلم كلام كتير، طاهر هيرحل على النادي الاهلي، طاهر ماشي، احمد عبد القادر جاي له عرض احتراف، بنشوف احمد عبد القادر بيلعب بيجيد، طاهر محمد طاهر بيسجل وبياخد رجل مباراه في مباراه طلائع الجيش. ده الهدف الثاني للنادي الاهلي. وعايز اقف عند عمر كمال عبد الواحد برضو، واحد من المكاسب المهمه والانتدابات المهمه لفريق النادي الاهلي. شوف الكره قطعها من فين، شوف الانطلاق، شوف الرؤيه، شوف هنا الربط. وسام ابو علي وهو بيقطع في المساحه الفاضيه الباص بتاع عمر كمال عبد الواحد بياخد المدافع في ظهره، المدافع اصبح خارج اللعبه، وهنا بمنتهى القوه بوش رجله، شاد وش رجله وبيحطها على يمين عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش. هدف من الاهداف الحلوه، فيها تحرك، فيها قوه، فيها صناعه من عمر كمال عبد الواحد، زي ما قلت لحضراتكم واحد من ايضا من اللعيبه المميزه. بالامس بعد مباراه طلائع الجيش ده الفوز ال 12 للنادي الاهلي في بطوله الدوري، الفوز ال 12 على التوالي. لكن خلاص مباراه طلائع الجيش انتهت، لكن احنا عايزين نتكلم في المباراه القادمه، مباراه مهمه جدا، مباراه بيراميدز. وبيراميدز اصبح هو اللي بينافس النادي الاهلي، او المنافسه اصبحت منحصره ما بين بيراميدز وما بين النادي الاهلي. والمباراه اللي جايه هتكون مباراه مهمه جدا، نتمنى فيها طبعا التوفيق للاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني، مباراه مهمه جدا. لكن شوفوا الجوله اللي كانت بالامس، النادي الاهلي بيلعب امام طلائع الجيش، النادي الاهلي خد حقه كاملا، النادي الاهلي خد حقه وما تجاملش في هذه المباراه. امبارح النادي الاهلي وسام ابو علي بيحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي، كابتن حماده القلاوي خرج للفار، لمسه يد على وسام ابو علي الغاء الهدف، فالنادي الاهلي خد حقه امبارح وما تجاملش في اي العاب. عايزين نروح لبيراميدز، كان بيلعب مباراه امام الاتحاد السكندري، وكان الحلقه اللي فاتت عدت لحضراتكم المزايا او الاستفاده اللي استفاد منها نادي بيراميدز من بطوله الدوري، علشان كانوا طلعوا بيان الاسبوع اللي فات والاخطاء التحكيميه والمجاملات التحكيميه والظلم اللي تعرض ليه بيراميدز. وقلت هنا لحضراتكم ان بيراميدز اكتر نادي استفاد من التحكيم. بالامس كان في ركله جزاء، ده مش كلامي، ده كلام خبراء التحكيم والكابتن سمير عثمان بالامس امبارح وهو بيحلل في احدى القنوات احمد عادل ميسي. شوفوا الكره دي كانت في بدايه الشوط الثاني، شوفوا هنا اللعبه دي هدف او ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه مليون في الميه لصالح الاتحاد السكندري احمد عادل ميسي. وهنا حكم الفار، حتى انا استغربت يعني حكم الفار ازاي ما وقفش قدام لعبه زي دي وما استدعاش الكابتن محمود البنا، كان امبارح على الفار الكابتن خالد جمال غندور في لعبه زي دي، لعبه زي دي ما خدتش وقتها وكانت النتيجه التعادل السلبي 0-0 ما بين بيراميدز والاتحاد السكندري. كان ممكن الاتحاد السكندري يتقدم على بيراميدز وكان يبقى شكل المباراه مغاير تماما بعد فوز بيراميدز، لكن دي برضو من الاخطاء اللي استفاد منها بيراميدز بشكل كبير. عايز افكر حضراتكم ونرجع لحضراتكم مره تانية علشان افكر الساده المشاهدين ببيراميدز اللي دايما بيدعي المظلوميه في كم المجاملات اللي اتجامل فيها السنه دي في مباريات كانت مهمه جدا وقدر يحصل فيها على الثلاث نقاط. نروح للمباراة الأولى، كانت مباراة طيب دي مباراة بيراميدز وسموحة، المباراة الأخيرة اللي احنا فاكرين أحداثها كلها، وكان الكرة دي اتحسبت هدف لبيراميدز والفار رجع للخطوط وبعد كده الحكم تناسى وحكم الفار تناسوا إن كان في دفع من لاعب بيراميدز للاعب سموحة. الكرة الثانية، الكرة التانية اللي هنعرضها برضو معانا زي ما قلت لحضراتكم، دي كانت بيراميدز وكانت سموحة. اللعبة التانية كانت في مباراة مودرن فيوتشر، ودي كانت برضو كانت المباراة 1-1 التعادل، وفي آخر ثواني اتحسب ضرب الجزاء لصالح نادي بيراميدز على مودرن فيوتشر، والمدافع هو بيقع بيسند على ايده، الكرة جت في ايده. دي مباراة الأمس، دي مباراة الأمس. لكن مباراة بيراميدز
ومودرن فيوتشر اتحسب ضرب الجزاء لصالح بيراميدز. اللعبة الثالثة كانت في مباراة بيراميدز وسيراميكا، وسيراميكا أحرز هدف صحيح، وأيضا حكم الساحة تغاضى عن الهدف رغم صحة هدف سيراميكا كليوباترا. المباراة الرابعة مباراة بيراميدز وزد، ودي كانت ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز، أيضا تغاضى عنها حكم المباراة. والمباراة الخامسة كانت مباراة بيراميدز والنيل العربي اللي حكم فيها الكابتن محمد الحنفي، وإحنا عارفين عدم قانونية الكابتن محمد الحنفي إنه يحكم هذه المباراة. فأنا ست مباريات أو ست جولات استفاد منهم نادي بيراميدز في الدوري السنة دي. علشان الناس اللي بتقعد تتكلم كتير عن التحكيم، النادي الأهلي السنة دي في الدوري اتظلم في مباراة البلدية، لما شفنا كان مفروض طرد مباشر للاعب بلدية المحلة في المباراة دي، قدر يفوز فيها النادي الأهلي في الثواني الأخيرة. دي مباراة بيراميدز، مباراة مودرن سبورت، هنا اللعيب وهو بيقع بيسند على ايده، الكرة جت في ايده، كانت النتيجة 1-1، واللقطة دي كانت في الدقيقة 89، يعني دقيقة 90 في نهاية اللقاء، والحكم كابتن نادر قمر الدولة حسب الكرة دي ركلة جزاء وراح للفار بعدها. وده طبعا بآراء كل خبراء التحكيم ان الكورة ما كانش فيه اي ركلة جزاء لصالح بيراميدز، وقدر بيراميدز يستفيد من هذا اللقاء ويفوز بثلاث نقاط عشان يستمر في المنافسة. علشان الناس بتتكلم كتير، بنفكر الناس كل حلقة بالصور ومدى استفادة بيراميدز من التحكيم السنة دي. النادي الأهلي ضار في مباراة البنك الأهلي، ركلة جزاء صحيحة كانت لصالح حسين الشحات، الكرة جت في يد أيمن أشرف، كابتن محمود البنا ومحمد الحنفي تغاضوا عن ركلة جزاء النادي الأهلي. وأيضا في مباراة بلدية المحلة الأهلي فاز فيها في الثواني الأخيرة وبصعوبة، كان لاعب البلدية يستحق طرد في بداية الشوط الأول. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله، اللي احنا بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية مع مستر ميكالي، مع الجهاز الفني، مع الكابتن محمد بركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي. عندهم الأولمبياد القادمة في باريس، بعد أيام خلاص هتنطلق الأولمبياد وعندنا مباريات مهمة فيها. عندنا جيل محترم، جيل شفناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة اللي كانت في المغرب تحت 23 سنة، وقدروا يوصلوا للمباراة النهائية وأبهر الجميع بالأداء وبالمستوى وباللعيبة. ومن هنا بنقول إن احنا عندنا جيل فعلا محترم يمثل مصر في الأولمبياد تحت 23 سنة. بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي ما بيقدرش يتأخر على المنتخبات، وده مش كلام، ده واقع على مدار السنين كلها وبالمواقف. حتى في منتخب الأولمبي كمان النادي الأهلي شفنا بيانه ودعمه الكامل والتزامه الكامل مع المنتخب الأولمبي بتواجد ثلاثة من لاعبي النادي الأهلي في المنتخب الأولمبي: حمزة علاء، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، ثلاثة اللي موجودين فيه دلوقتي في منتخبنا الأولمبي. النادي الأهلي كان أبدى طبعا التزامه الكامل إن اللعيبة متواجدة في المنتخب، لكن يعني خلال الساعات الأخيرة أو الساعات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي سمعنا إن نادي بيراميدز منزل بيان ورجع تاني بيقول إن في اتفاق ما بيننا وما بين اتحاد الكورة، إن في إبراهيم عادل ومحمود صابر هيخرجوا علشان يلعبوا مباريات في الدوري. ده اللي لسه هنشوفه خلال الفترة اللي جاية، مش عايز أسبق الأحداث، لكن اللي أكد عليه كل أعضاء اتحاد الكورة، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، الدكتور إيهاب الكومي، كل المنظومة الرياضية في اتحاد الكورة، قالوا إن ما كانش فيه أي بيان أو أي اتفاقات مننا في الجلسة إن حد هيطلع من اللعيبة، الأولوية لمنتخبنا الأولمبي. وده الكلام اللي اتقال، لكن الكلام الآخر اللي اتقال على الجانب الآخر ده لسه هنشوف الأحداث، خاصة إن منتخبنا الأولمبي بإذن الله هيسافر بكرة على طائرة خاصة إلى مدينة بوردو الفرنسية، علشان هيبدأ معسكر الإعداد أو المعسكر الأخير من المباريات الودية قبل الاستعداد للمباراة الأولى يوم 24 إن شاء الله أمام الدومينيكان، هتكون المباراة الأولى لمنتخبنا الأولمبي. منتخبنا الأولمبي بكرة إن شاء الله هيسافر، هقول لحضراتكم قائمة منتخب مصر أو الأسماء اللي هتمثل المنتخب الأولمبي بكرة إن شاء الله مع مستر ميكالي. قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري،
محمد سيح، حمزة علاء طبعا حارس مرمى النادي الأهلي، في خط الدفاع كريم الدبيس أيضا لاعب النادي الأهلي، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، ومحمد حمدي، ومحمد طارق، وأحمد عيد، ومحمد مغربي، وعمر فايد. في خط الوسط محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، وأحمد عاطف قطة، ومصطفى سعد ميسي. وفي خط الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل. كل التوفيق لهذه الأسماء وهذه القائمة. وكنت أتمنى في لعيبة أيضا مميزة في الدوري الممتاز، لعيبة شغالة بشكل كويس جدا، تكلم على حسام أشرف واحد من هدافين الدوري، واحد زي عمر الساعي في الإسماعيلي، واحد زي إياد العسقلاني، لعيبة كتير مش عايز أنسى حد، لكن في لعيبة تستحق. لكن أنت في الآخر مرتبط بقائمة قوامة حوالي 22 أو 23 لاعب، فكل التوفيق للتشكيلة اللي هيبتدي بيها مستر ميكالي. هقول لحضراتكم برضو يعني مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي. إن شاء الله المنتخب مصر يوم 24 يوليو هيلعب أمام جمهورية الدومينيكان، دي هتكون أول مباراة في الأولمبياد. تاني مباراة هتكون يوم 27 يوليو، مصر هتواجه أوزبكستان، وفي يوم 30 مصر هتواجه أسبانيا. الترتيبة حلوة، يعني هتقابل أول الدومينيكان، بتدخل في جو البطولة، ربنا يكرمنا ناخد أول 3 نقاط يدوك دفعة قوية جدا للمباراة اللي بعدها أوزبكستان. مش هتكون مباراة سهلة، أوزبكستان في المرحلة السنية دي تحت 23 منتخب قوي، لكن تدرج المباريات في صالح منتخب مصر. هنواجه منتخب أسبانيا، واحد من المصنفين وواحد من المرشحين إنهم ياخدوا الأولمبياد أو يحصل على ميدالية في الأولمبياد. برضو تدريجة المباريات تدريجة مهمة جدا عشان تقدر تساعد اللعيبة والجهاز الفني. منتخب مصر لما يسافر بكرة عنده ماتشين أيضا، مباراة مع أوكرانيا يوم 14، ومباراة مع العراق يوم 17، ماتشين علشان التجانس، علشان مستر ميكالي يقدر يشوف التشكيلة الأساسية بتاعته، علشان اتنين من العناصر المهمة أحمد سيد زيزو ومحمد النني، واتنين لعيبة مهمة أصحاب خبرات كبيرة إن شاء الله يكونوا إضافة كبيرة لمنتخبنا الأولمبي. خلينا نروح نقرب للمشهد أكتر مع منتخبنا الأولمبي، ومعانا على التليفون الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ محمد. ليك كابتن أسامة، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. وأنت طيب. آخر استعدادات وسفر منتخبنا الأولمبي، إن شاء الله اللي هيسافر بكرة علشان يعني المعسكر الأخير ليه هيكون في مدينة بوردو الفرنسية غدا بإذن الله. يعني زي ما حضرتك قلت كابتن أسامة، يعني المنتخب إن شاء الله هيسافر بكرة، وعنده تدريب النهاردة في التدريب بتاعه. ان شاء الله يسافر بكره مدينه بوردو الفرنسيه، هيلعبوا ماتشين ودين مع اوكرانيا والعراق، ودي هتبقى تجربه، يعني تجربتين قويتين طبعا قبل ما تدخل بقى في الماتشات الرسميه. هتبتدي يوم 24 زي ما حضرتك قلت، وبتفق جدا مع حضرتك كابتن اسامه في ان الماتشات هتبقى مستوى تدريجي. جمهوريه الدومينيكان يوم 24 يوليو، وبعدين بعد كده تلعب اوزبكستان، وبعدين تلعب اسبانيا. المجموعه مش سهله زي ما الناس يعني زي ما الناس متوقعه، لها مجموعه صعبه. اوزبكستان زي ما حضرتك قلت برضو فرقه من الفرق القويه في المراحل دي، وسبق ان انت لعبتها قبل كده كذا ماتش، تحديدا ماتشات وديه ايام كابتن شوقي غريب لما كان بيساعد برضو للاولمبيات وتوتو افريقيا وقتها، ولعبنا ماتشين وديين معاهم. فرقه من الفرق القويه، ماتش صعب مش ماتش سهل، لكن ان شاء الله يعني الماتشين الاولين جمهوريه الدومينيكان واوزبكستان ان شاء الله المنتخب يحقق فيهم الفوز. بتواجه اسبانيا طبعا فرق من الفرق المرشحه قوه للقب الاولمبياد، هيبقى ماتش صعب جدا على منتخب مصر، لكن ان شاء الله يعني عندك لعيبه وجهاز فني يعني ان شاء الله مستوى عالي، يقدروا يواجهوا الماتشات دي، ويقدروا ان شاء الله يظهروا بمستوى مميز في الماتشات دي. الماتشات زي ما حضرتك قلت يوم 24 يوليو، يوم 27 ويوم 30، وبعد كده بيتاهل زي ما انت عارف اول وثاني مجموعه ان شاء الله، يبقى المنتخب من الفرق المتاهله على المجموعه دي باذن الله. النني وجود النني وجود دي طبعا يعني مدي يعني روح للمعسكر. النني من اللعيبه الكبار في منتخب مصر الاول، لعيب يعني لعيب من كباتن المنتخب الاول، فلما يبقى موجود مع المنتخب الاولمبي حاجه طبعا بتدي قوه للمنتخب، بتدي حافز للعيبه، وشفناه لما وصل يعني قعد مع اللعيبه عمل كده هو وزيزو وحفزوا اللعيبه ان هم البطولات الكبيره دي طبعا سواء الاولمبياد او سواء كاس العالم. والنني يعني كان يعني
شارك في البطولتين سواء مع الكابتن هاني رمزي في اولمبياد 2012 وشارك بعد كده في كاس العالم 2018 في روسيا، فعنده خبره طبعا كبيره ان هو موجود، يعني اهميه المحافل الكبيره دي بالنسبه للعيبه، اللعيبه لسه صغيره يعني عندها لسه مشوار طويل اللي موجود في المنتخب الاولمبي، فان شاء الله يعني وجودهم يبقى اضافه ومكسب كبير للمنتخب الاولمبي ويحققوا حاجه باذن الله وتبقى حاجه كويسه للكره المصريه الحقيقه اللي بتمر في الفتره الاخيره بازماتها وازمات كبيره جدا، فان شاء الله المنتخب الاولمبي يعني يقدر يفرح المصريين ويفرح الشعب المصري وان شاء الله يعني يرجع جزء من هيبه الكره المصريه الفتره اللي فاتت ان شاء الله. شايف ممكن الجيل ده استاذ محمد خاصه شفناه في كاس الامم الافريقيه تحت 21 سنه في المغرب يعني فاق التوقعات فيها وقدر يوصل المباراه النهائيه باداء وبنتيجه وبعرض، ممكن الجيل ده يحقق يعني انجاز خاصه ان معاه مدرب برازيلي مدرب كبير مستر ميكالي قدر قبل كده يحقق ميداليه مع منتخب البرازيل؟ يعني احنا في امم افريقيا كابتن اسامه لو هترجع كده قبل امم افريقيا للمنتخب الاولمبي كان التوقعات كلها ان المنتخب يعني مش هيوصل للمرحله النهائيه، كان في يعني معظم الناس ما كانتش متوقعه، لكن الحقيقه اللعيبه طلعوا رجاله وظهروا مستوى كويس جدا، في اكثر من لعيب مؤثر ابراهيم عادل وكوكا ومحمود صابر ولعيبه كتير جدا ظهروا مستوى مميز في البطوله وكانوا نجوم البطوله والحمد لله يعني قدروا ان هم يوصلوا النهائي وكانوا قريبين جدا ان هم يحققوا مع افريقيا، يعني لولا الطرد الشهير وقتها لمحمود صابر المنتخب كان متقدم بهدف على المغرب، لكن بعد الطرد الاداء يعني او طبعا النقص العددي يعني كان فرح المغرب او افريقيا، لكن ان شاء الله اللعيبه عندها خامات كتير جدا مميزه في المنتخب الاولمبي ومع وجود النني وزيز ان شاء الله ولو فايقين هيجروا جدا مع المنتخب، معاهم طبعا زي ما حضرتك قلت كابتن روجيرو ميكالي مدير فني خبره خد البطوله قبل كده بيعرف يتعامل مع يعني في المراحل السنيه دي بيعرف يتعامل كويس جدا ومدرب كبير جدا يعني ده ظهر في افريقيا اللي فاتت، ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه وان شاء الله يعني الناس متفائله بيهم ويحققوا حاجه يحققوا حاجه لنفسهم اولا هم لسه في يعني لسه في الخطوات الاولى وحضرتك كنت لعيب منتخبات فعارف الحاجات دي بتديك حاجه بتديك قوه بتديك طبعا ثقه بعد كده في سواء بقى مع فريقك او سواء مع المنتخبات، ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه ويتاهلوا للادوار الثانيه، يعني طبعا يعني حته ان احنا ناخد ميداليه دي يعني طبعا بعيده لكن ان شاء الله مفيش حاجه بعيده في كره القدم وان شاء الله اتمنى طبعا ان هم يحققوا ميداليه ويفرحوا للشعب المصري وانجاز يضاف لسلسله البطولات اللي موجوده للمنتخب سواء المنتخب الاول او المنتخبات الاولمبيه او منتخبات الشباب وان شاء الله يعني يقدموا حاجه للكره المصريه باذن الله. رايك استبعاد يعني طبعا احنا مرتبطين بعدد في قائمه المنتخب الاولمبي لكن في برضه بعض العناصر اللي كانت مهمه بتادي اداء رائع خلال الفتره الاخيره، يعني حسام اشرف واحد من هدافين الدوري، بتكلم على عمر الساعي اياد العسقلاني، لعيبه ليها تقلها في الملعب، لعيبه خلال الفتره اللي فاتت ظهرت بشكل كويس جدا، خاصه كمان بتتكلم عن واحد من هداف الدوري حسام اشرف علامات استفهام شويه وهو مش متواجد في المنتخب الاولمبي او قائمه المنتخب الاولمبي. يعني طبعا هرجع اقول لك كابتن حسام اشرف من اللعيبه اللي ماشيه بشكل كويس جدا في الدوري المصري، لعيب هداف الدوري المصري، لكن هترجع في الاول وفي الاخر دي بتبقى وجهه نظر مدير فني هو اللي يعني اللي اضرب نفسه وهو كل يعني كل لعيب طبعا او كل قائمه هتقعد تتكلم عنها لازم تلاقي فيه خلافات ولازم يعني مش هتلاقي لعيبه انت مرتبط بعدد معين 23 لاعب فبالتالي انت مرتبط بعدد معين فدي وجهه نظر المدير الفني، لكن ان شاء الله في جميع الاحوال ايا كان اللعيبه اللي موجوده او اللعيبه اللي غايبه في طبعا غيابات كده زي ما حضرتك قلت اياد وحسام اشرف واللعيبه الكبيره دي لو كانت موجوده طبعا هتديك قوه، لكن انت مرتبط طبعا بعدد فان شاء الله يعني البركه زي ما بيقولوا في الموجودين ويبقوا اضافه ان شاء الله، وفي الاخر دي رؤيه مدير فني هو اللي هيتحملها سواء لو طلعت صح هو الناس هتثني عليه طبعا، لكن لو طلعت خطا وكان في مثلا مشكله في الهجوم عندك في البطوله فطبعا الناس هتنتقد طبعا الجهاز الفني وعلى راسهم ميكالي، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويقدموا حاجه كويسه وزي ما بنقول كده البركه في الموجودين ان شاء الله ويقدموا حاجه في الاولمبياد بشكل كويس ان شاء الله كابتن باذن. اخيرا يا استاذ محمد لو عندك معلومه بكره اكيد سفر منتخب الاولمبي صح؟ تمام كل اللعيبه مسافره بكره ولا في حد ممكن يتخلف عن السفر بكره؟
لو عندك معلومة. اللعيبة كلها طبعا موجودين، وطبعا يعني سمعنا من شوية على خبر الجامعات، لكن أنا بأكد لك من لغاية دلوقتي المعلومة اللي عندي إن إبراهيم عادل موجود واللعيبة كلها مكملة إن شاء الله، مش حد يعني هيطلع من المعسكر إن شاء الله، واللعيبة كلها موجودة. أنا بتكلم على كل لعيبة الأندية، مش لعيب بعينه. إحنا في الفترة دي الأولوية لمنتخب مصر الأولمبي. لا لا كله ان شاء الله موجود. انا بعلق على موضوع ابراهيم بس ان هو زي ما سمعنا من 3 أو 4 ساعات خبر نادي بيراميدز ان هو بيستدعيه، لكن المعلومه اللي عندي ان يعني اتحاد الكره والجهاز الفني يعني طبعا عارفين اهميه اللعيبه كلها، فاللعيبه كلها موجوده والانديه بتساعد المنتخب، ودي حاجه في الاول وفي الاخر باسم منتخب مصر، فان شاء الله يعني اللعيبه كلها موجوده ومنتخب بكره مع الفريق لفرنسا ان شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد اللي وضح لنا كل أمور المنتخب الأولمبي اللي احنا بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. وزي ما قلت لحضراتكم فعلا عندنا جيل محترم من اللعيبة وجهاز فني محترم، أيضا الكابتن محمد بركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي اللي قدر يعني خلال فترة فاتت منذ انتقاء المدير الفني كمان بعمل برنامج للمنتخب الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية إن شاء الله تكمل بإنجاز الكرة المصرية وتحقيق ميدالية مع هذا الجيل. نروح لفاصل، وبعد الفاصل لعبة فريق 2008 عمر العدوي وزياد أيوب، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، خلوني في البداية أرحب بنجوم المستقبل لاعبة فريق 2008 زياد أيوب وعمر العدوي. منور ومشرف يا زياد. يا كابتن ده نورك. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام، إزي حضرتك؟ كله تمام، أول مرة في قناة الأهلي؟ إن شاء الله. تمام، أيضا لاعب فريق 2008 عمر العدوي، شرف منور يا كابتن عمر. شرف كابتن، وشرف ليا كبير ان انا بقى موجود على قناه النادي الاهلي وابقى قاعد مع حضرتك يا كابتن. خلينا نبتدي مع كابتن زياد، عايزين نعرف بدايتك في الكوره يا زياد. والله انا بدات العب كوره من وانا عندي حوالي 3 سنين، كنت انا اصلا بحب العب كوره من وانا صغير على طول، موهوب بحب الكوره. مين كان بيحبك في الكوره وانت 3 سنين؟ على طول بابايا، على طول بابايا ومامتي على طول معايا بيشجعوني. فبدات دخلت انا اكاديميه الاهلي الشيخ زايد وانا عندي حوالي 7 سنين 8 سنين في 2016. وبعدها كابتن ابراهيم عبد الصمد كان بيكلم عليا كويس لقطاع وكده، فكابتن تامر حفني وكابتن عبد الله جم شافوني. يعني كابتن تامر حفني هو اللي رشحك من الاكاديميه للقطاع. فبعدها رحت ولعبت اول تمرينه معاهم في مدينه نصر بقى. كنت بلعب كويس قوي، فالحمد لله يعني عملت مديه الاستماره من اول اول تمرينه. ما شاء الله، يعني انت بقالك دلوقتي بنتكلم في 10 سنين حوالي 10 سنين حوالي 10 سنين في النادي الاهلي. الحمد لله. قول لي بقى المدربين اللي انت اتمرنت معاهم في قطاع الناشئين. انا اول مدرب خالص كان كابتن تامر بجاتو. وبعدها كان كابتن هشام جعفر. تمام. وكابتن ممدوح عبيد. وكابتن عصام صلاح. أيوة. سنتين. وبعدها كابتن اسامه زكي. وكابتن احمد صديق. وكابتن علاء عبده. وكابتن تامر طلعت وكابتن تامر حسن في نفس السنه. مع بعض. وبعدها السنه اللي فاتت دي على طول كابتن محمود بيوم. ما شاء الله اتمرنت مع عدد كبير من المدربين. اكيد خدت خبرات من ده ومن ده ومن ده، ابرز المدربين انت اتعلمت منهم طبعا. اكيد الكل ساب بصمه. لكن مين المدرب اللي اثر فيك وتعلمت منه؟ كان اكتر مدرب كان تكتيكيا كابتن علاء عبده طبعا. هو مدرب كبير، كان على طول التكتيك بتاعه بيكون مؤثر على الفرقه، كان على طول بيساعدنا في التكتيك. على طول بيدعمنا، على طول رجاله في ظهر بعض. اي حد كره تتقطع منه لازم على طول اللي وراه لازم. كان على طول بيوجهنا صح وعلمنا حاجات كتير، وبرده كل المدربين بنتعلم منهم، كل مدرب لازم نتعلم منه حاجه. تمام. واتعلمت برده من كابتن تامر حسن على طول لازم تحركات المهاجم وازاي تتحرك. ايوه، انا كنت لسه هسالك سؤال بعديه، ما قلتلناش مركزك ايه. فانت دلوقتي قلت تحركات المهاجم. انا الحمد لله يعني بلعب مهاجم. والسنه اللي فاتت لعبت هاف شمال وهاف يمين ولعبت برده 10. تمام. هرجع لك انا في حته تعدد المراكز دي مهمه جدا، ان اللعيب بيكون بيلعب في كذا مركز. خلينا نروح لعمر عشان نعرف برده بداياته مع الكوره. انا في الحقيقه في الاول كنت بدات حد يعني رشحني للكابتن خالد بيبو ومستر مايكل ان انا ابقى يعني بص عليا في الاختبارات. وفعلا رحت الاختبارات والكابتن اسامه زكي شافني واختارني ونزلت مع الفرقه، والحمد لله بعد تاني تمرينه كنت مضيت.
كم سنه بقى؟ من 3 4 يعني سنين؟ يعني حوالي 4 5 سنين كده. كويس. وبعديها طبعا مسكني كذا مدرب، كان اولهم كابتن اسامه زكي طبعا هو اللي خدني. وبعديها مسكني كابتن احمد صديق، وبعديها كابتن علاء عبده وكابتن تامر حسن وكابتن تامر طلعت، ولسه مسكنا السنه اللي فاتت كابتن محمود بايك. برضه نفس السؤال اللي انا سالته لزياد، وانت في الفتره دي مين المدربين اللي اثروا فيك وتعلمت منهم ايه؟ في 4 5 سنين في النادي الاهلي برضه مش فتره قليله. هو بصراحه كل المدربين اتعلمت منهم حاجات كتيره فنيا. بس كل المدربين كان هدفهم واحد، اللي هو انت لازم تبقى بره الملعب شغال على نفسك اكتر من جوه الملعب. يعني انت لازم تبقى ملتزم اولا بره الملعب قبل جوه الملعب. ازاي بتعمل ايه؟ يعني انت قلت لي بره الملعب اهم من جوه الملعب، ايه الحاجات اللي انت بتعملها بره الملعب علشان تساعدك جوه الملعب؟ هو بره الملعب يعني دي بتبقى حياتك الشخصيه، بيبقى مثلا النوم بدري، لان الحاجات دي محدش بيبص عليك فيها، انت المفروض تتابع نفسك وتركز في الموضوع ده عشان ده اللي هيفرقك. يعني كان دايما حتى المدربين يدونا امثله بلعيبه كانوا فنيا عاليين جدا بس ما كانوش ملتزمين، وناس تانية العكس كانوا ملتزمين بره الملعب وده خلاهم يكملوا في الكوره وهم اللي كان ليهم مستقبل. يعني تمام، خلينا نروح لزياد. انت قلت لي انت بتلعب ما شاء الله زياد مهاجم، برده كابتن بوظفك وينج رايت وينج ليفت، المكان اللي انت بتحبه برده انا طبعا بفضل ان انا العب مهاجم عشان انا بحب ابقى محطه اكتر. بس الهوف برضو الشمال عشان انا بلعب برجلي اليمين اكتر، تدخل لجوه فبدخل لجوه بتبقى ممتعه اكتر شويه. والهوف اليمين برضو بحب برضو يعني اللي هو 1 2 مع المهاجم كده بتبقى حلوه، والعشرة برضو الكور الثانيه بتطلع هجمات كتيره مرتده. وبس بتكون ميزه للاعيب انه بيلعب في كذا مركز، خاصه ان هو لعيب صغير ما بيلعبش مركز واحد. احنا بنبص للمستقبل، ممكن تطلع درجه اولى المدرب يستعين بيك في مكان تاني، فلما تكون اتعلمت وحفظت الحاجات دي وانت صغير بتفيدك بعد كده. طبعا هي بتدي كل واحد خبرات. يعني انت تلعب دلوقتي في كذا مركز، يعني انت تقدر توجه زمايلك لو واحد بيلعب في مركز غير مركزك، تقدر ان انت دلوقتي بتكتسب خبرات حتى لو يعني الخبرات دلوقتي بتكبرك كلعيب. بس وممكن ان انت يعني تلعب في اكتر من مركز فده بيزود اللي هو يعني نسبه الشراكه بتاعتك في اللعب. برافو عليك. شفنا اكرم توفيق، مش اكرم توفيق في الدرجه الاول ما ابتدى ايه؟ كان بيلعب باك رايت، كان المدرب بيلعبه، المدرب استعان بيه في نص الملعب دلوقتي من العناصر الاساسيه. وهكذا في لعيبه ثانيه، كريم فؤاد عندنا مثل برضه لعب باك رايت ولعب وينج رايت وينج ليفت دلوقتي مكان معلول، لعب باك ليفت قبل كده وهو في صغير بيلعب باك ليفت وبيلعب وبادي ما شاء الله بشكل كبير. عشان كده مهم جدا اللعيب وهو صغير يلعب في كذا مركز. قول لي بقى كابتن عمر، وانت بتقول لي بره الملعب اهم من جوه الملعب، ممكن تشتغل النوم بدري، بتحافظ على وزنك، بتحافظ على صحتك، ممكن يكون لك تمارين اضافيه غير تمارين الفرقه، تشتغل مع نفسك بره مع برنامج معين الكابتن عامله لك الدكتور عامله لك؟ وطبعا النادي الاهلي موفر لنا كل الكلام ده. يعني موفر لنا نظام غذائي وتمرين في الجيم. بس انا بشوف دايما ان انت عشان تبقى مختلف لازم تبقى تعمل حاجه الفرقه ما بتعملهاش، وده اللي هيميزك. ايه زي؟ يعني زي احنا كلنا بنتمرن في الجيم، كلنا ماشيين على نظام غذائي. طب انا احاول اركز مثلا مع حد بره علشان يبقى لك شغل خاص انت يزودني. مع ان النادي موفر بصراحه كل حاجه كويس، بس ده عشان تحاول تبقى متميز عن اللي حواليك. شوفوا محمد صلاح دلوقتي وهو في فتره الاجازه دلوقتي ليه تمارين اضافيه وليه تمارين خاصه بنفسه بيشتغلها دايما بصفه مستمره زياد؟ اكيد طبعا، هو برده بيكتسب خبرات من التمرين اللي هو بيتمرنها. ممكن دلوقتي يكون بيتمرن لوحده، يعني ممكن ما يكونش دلوقتي بيحتاج لمدرب من كتر الخبرات اللي عدى عليها. واكيد يعني هو بيتمرن لوحده وبيزود من نفسه. طبعا محمد صلاح لعيب كبير، هو من اساطير الكره المصريه، واكيد هو ده اللي مزوده. هو كمان مركز بره الملعب اكتر من جوه الملعب زي ما عمر كان بيقول من شويه. تمام، ابتديتوا الموسم الجديد؟ ابتدينا اشتغلنا. قول لي بقى ابتديتوا ايه الشغل دلوقتي؟ انتوا عملتوا الاول في بدايه الموسم قياسات، عملنا صح؟ اشتغلنا شويه قياسات، ودلوقتي ابتدينا بقى فتره الاعداد، ابتدينا نجري شويه حوالي 20 لفه في التمرينه، وابتدينا نشغل شغل باوزان علشان كويس. شغل قوه يعني معظمه جري وقوه. ايوه شغل قوه وبس. يعني شايف النادي الاهلي وهو موفر لكم
حته القياسات وانت بتشتغل باسلوب علمي واسلوب متقدم، واللعيب يعرف العضله بتاعته، القياسات الطبيه، القياسات البدنيه، الحاجات دي مهمه جدا في بدايه الموسم. اكيد طبعا، حتى لو احنا وكمان في نص الموسم وفي اخر الموسم، زي ما كنا بنقول محمد صلاح هو يعتبر حقق حاجات كتيره قوي، ويعتبر يعني اللي يبص عليه وخلاص ده مش محتاج حاجه تانية، ومع ذلك بيشتغل على نفسه في وقت الاجازه علشان يطور من نفسه ويحقق القاب اكتر. دي بعض اللقطات لك يا عمر، دي في المباريات، دي مباراه ايه دي او لزياد هنا؟ دي كانت مباراه ايه في الدوري؟ دي مباراه لافينا، كان الدور الاول، كان تقريبا ده اول ماتش عندنا السنه اللي فاتت. كان هو ده اول ماتش. وبنلعب انا وعمر، انتوا الاثنين موجودين في الملعب. بعض اللقطات معاكم بلال عطيه هو الكابتن. عندنا ما شاء الله فرقه حلوه، فرقه 2008 في النادي الاهلي. ده هنا زياد. فرقه مميزه، فرقه 2008، فرقه مميزه. عندنا كمان كلنا بنحب بعض طبعا، دي بتبقى من اهم الحاجات اللي في الفرق، وعلى طول في ظهر بعض. وبره الملعب كمان، مش جوه الملعب بس. يعني مش جوه الملعب بس بنتعامل مع بعض، بره الملعب برضو لازم نتقابل، لازم نتكلم مع بعض، علشان كلنا بنشتغل علشان هدف واحد، ان احنا ناخد الدوري، ان احنا نلعب كويس كلنا على بعض، علشان ده المستقبل، ده مستقبلنا. ده زياد هنا بعض اللقطات ليك، ده هدف كان في مباراه ايه يا زياد؟ ده راس غارب. راس غارب. دي كانت معانا في الدوري السنه اللي فاتت. دي بعض اللقطات ليك وبعض الاهداف. عامل دويتو كويس انت انت وحمزه عبد الكريم. ثنائي متفاهم مع بعض. وبلال عطيه. معانا اهو، ده يوسف علاء اللي عامل لي الجون ده برضه. بنعمل مع بعض شغل كويس. ومهند الشامي اهو. عمر كمال. بتحب انت ضربات الراس؟ بحب يعني مميز بضربات الراس، وبرضه الضربات الحره بتبقى احسها ممتعه. كمان بتشوط ركلات الجزاء كمان. طب كويس. ده برضه كان جبت جونين في زد في ملعبنا. كان يوسف علاء اللي عملهم لي. مهم جدا ان المهاجم يبقى عنده تنوع في بيحرز باليمين وبالشمال بضربات الراس، يبقى عنده حلول. اكيد طبعا، ده بيزود من امكانيات المهاجم. وبيعلي كمان من المقدره بتاعته، اللي هو لازم المدرب يدور على اكتر واحد عنده مميزات. يعني انا دلوقتي واحد بيلعب باليمين وواحد بيلعب بالشمال وبدماغه، ده كده مهاجم يعتبر متكامل. كامل. بس تمام. عمر انت لعيب خط وسط. قول لي الابرز الحاجات اللي الكابتن دايما بيركز عليها معاك وانت لعيب في نص الملعب. هو طبعا كلاعب، اي لعيب نص ملعب سواء 6 او 8 او 10 لازم يبقى عنده دقه التمرير عنده تبقى عاليه جدا. الاستلام والتسلم. ايوه الاستلام والتسلم، علشان هو يعتبر اللي بيحرك الفريق كله. هو اللي بينزل ياخد من السرد باكات ويحاول يطلعنا لقدام. هو كمان اللي بيعمل اسيستات، فطول ما عنده دقه التمرير هنا عالية. بص بقى، يعني دي لقطات عمر العدوي والتسديدات. ده كان جون في ماتش راس غارب جبته بدماغي. بمناسبه الجونين دول، كان قبليها على طول قبل الماتش ده كان كابتن شوقي وقف معايا. وقال لي لو عايز تبقى مختلف، انت ما ينفعش تبقى نازل الماتش زيك زي اي حد، انت لازم تحط لنفسك اهداف. علشان انا نازل استخلص عدد كور، انا نازل اشوط عدد كور. وبالفعل عملت كده، والحمد لله نزلت الماتشين اللي بعديهم جبت جونين. يعني كلام محمد شوقي كان مهم ليك، حته ملاحظه بسيطه انك لازم تكمل، لازم يكون ليك فاعليه في النص الهجومي، دي مهمه جدا لعيب خط الوسط، علشان كمان حتى لو في حاجات ما حققتهاش يبقى دي الحاجات اللي اعرف ان انا عايز اشتغل عليها واطورها في نفسي في المستقبل. هنا دي كانت في مباراه ايه؟ هنا ما شاء الله شايفين باصات سريعه واهداف حلوه، الاتصالات. وده كان ثرو لحمزه عبد الكريم. في ماتش القناه. كان علشان يعني متفاهم انا وحمزه عبد الكريم. ودي كانت كره المهند الشامي. في ماتش اسوان. عندك رؤيه كمان، ده فتح الملعب حلو قوي. الوان تو ده، ده كان مع يوسف علاء. وده كان في ماتش الاسماعيلي مع بلال، كسبته الاسماعيلي ما شاء الله رايح جاي، صح؟ كسبناها 4-1، وكنت اديت لبلال اسيست حلو الصراحه. والمباراه الثانيه؟ المباراه الثانيه كسبناها برده، مش فاكر 6 غالبا، 6. في الاسماعيليه. وادينا مباراه هايله الصراحه. طب قول لي يا زياد، اصعب مباراه كانت في الدوري وانتوا رايحين المباراه عاملين حسابكم وشادين نفسكم بتتكلموا مع بعض كلعيبه؟ احنا طبعا لازم نتفاهم مع بعض، ان احنا كلنا على هدف واحد،
وان احنا لازم نكسب. هو كان ده ماتش انبي السنه اللي فاتت ده على كان اكتر ماتش انتوا مركزين فيه او انتوا عاملين له حساب بس يعني. احنا بنكون عاملين له حساب يعني ده لازم الماتش ده بيبقى الواحد بيستناه من الموسم للموسم عشان دول دي الفرقه اللي بتبقى معظم الوقت بتنافس دلوقتي فبس كلنا مش بنكون عاوزين نشد نفسنا عشان لو ممكن حد لو شد نفسه جامد ما يقدرش يلعب كويس ما يطلعش اللي عنده فلازم نكون هادين ونكون مركزين اكتر حاجه يعني. فبنخش دخلنا الماتش كنا عاملين حسابه طبعا بنضغط من الاول ده كان في مدينه نصر ولا كان في ده كان في انبي كان في ملعبه وماتش يعني ما كانش لذيذ قوي كان هو ماتشات انبي بتبقى على طول الشده عاليه في اللعب لازم كله بيبقى التحامات قويه وكده وبس وللاسف يعني خسرناه 2-1 بس سجلت انا هدف وفي الشوط الثاني تمام عمر نفس الكلام برضو كانت مباراه انبي ولا كان في مباراه تانية؟ هو بصراحه كان في ماتش السنه اللي فاتت كان ضد الزمالك كان اول ماتش لنا نلعبه الزمالك في 100 عقبه كان ساعتها كابتن تامر حسن مسكنا في يعني مسكنا يوم الاحد وكان عندنا يوم الجمعه الزمالك فكان لسه جديد على الفرقه بس الحمد لله قدرنا كسبنا انتوا المباراه دي كسبنا 2-0 وانا كنت جبت الجون الاول جبت الجون كان المباراه دي في الزمالك كمان في 100 عقبه صح دي كانت المباراه المهمه بالنسبه لكم كانت مباراه صعبه بس احنا الحمد لله كنا على قد المسؤوليه وقدرنا نكسب الماتش تمام تعالوا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل استكمل حواري مع لاعبه فريق 2008 زياد ايوب وعمر العادي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيوفي زياد ايوب وعمر العدوي زياد عايز اتكلم معاك عن منتخب مصر انت انضميت لمنتخب مصر مع الكابتن احمد الكاس يعني كنت موجود في المعسكر لكن يعني ما كانش في حظ انك تسافر معاهم بطوله الجزائر لكن يعتبر لعيب يعني دلوقتي لعيب بتمثل منتخب مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تنضم للمعسكرات القادمه ان شاء الله واحنا هدفنا في المنتخب ان احنا نعمل منتخب من جديد منتخب الساجدين احنا عندنا ده انتوا كلاعيبه متفقين على كده ومع مع الجهاز الفني وكده احنا الجهاز الفني كله يعني كابتن احمد الكاس كابتن احمد فوزي كابتن رامي عادل كابتن محمد مصطفى مش عايز انسى حد يعني وكل الدكاتره كلهم هم يعني عاملين واجبهم الزياده هم طبعا بيتعاملوا معانا مش كمدربين بس ده كاب كمان يعني كابتن احمد الكاس بيمرنا كويس قوي كتكتيك بيعمل لنا كمان تمارين ممكن بيساعدنا في البدني معانا برده مخطط احمال يعني فكلنا بنحاول نشتغل كلنا على هدف واحد وبننسى واحنا داخلين لازم ننسى لازم ننسى الانديه ان احنا دلوقتي خلاص في منتخب مصر ولا في اي حاجه ما بيننا اهلي زمالك مفيش اي حاجه ما بيننا لازم كلنا على طول ايه منتخب مصر بنشتغل علشان مصر علشان نشرف بلدنا والناس اللي في مصر يعني تمام عمر برضو نفس الكلام لعيب بتمثل منتخب مصر بتكون حاجه كويسه للعيب في السي في بتاعه كمان انه بيلعب في النادي الاهلي في منتخب مصر حاجه كبيره يعني اكيد طبعا اللعب للمنتخب دي حاجه مش سهله ومش اي حد يعني كل الناس تتمنى انها تبقى موجوده في المكان ده ما كانش ليا النصيب ان انا اسافر الجزائر بس الحمد لله انا يعني حاول اشتغل على نفسي اكتر علشان ابقى موجود في البطولات اللي جايه والحمد لله يعني معانا جهاز محترم جدا استفدت كتير من الكابتن احمد الكاس كابتن محمد ابراهيم والكابتن رامي عادل الصراحه بيعملونا بكل احترام وعاملين معانا الصراحه احلى شغل خلي بالك كابتن احمد الكاس يعني كان موجود معانا في المنتخب العسكري في الجهاز الفني كمدرب العام وانا كنت لاعب وكان يعني من الناس اللي قريبه ليا يعني مدرب بره الملعب حاجه جميله جدا يعني وفنيا جوه الملعب حاجه كبيره جدا وحققنا وقتها مع منتخب مصر العسكري وقتها 2 بطوله كاس العالم واحده في المانيا واحده كانت في الهند اكتر حاجه بقى بتميز الكابتن احمد الكاس كابتن احمد الكاس هو اب لينا زي ما قلت هو مش بس مدرب وكمان في التمرين ساعات يعني على طول بيحاول يعني مش على طول بيبقى المدرب بيزعلك علشان ما بيحبكش لازم هو على طول لازم يوجهك علشان بيكون عاوزك تبقى احسن على طول عاوز يحسنك على طول كده فهو كابتن احمد الكاس بيعلمنا حاجات كتير بيعلمنا بيحب لعيبه الكوره بيحب لعيبه الكوره طبعا بيحب انك تستمتع بكره في الملعب بيحب طبعا هو كمان لعيب كوره كبير اكيد بينزل يلعب معاكم في التسامات بينزل ساعات يلعب معانا هو ما شاء الله يعني هو مهاري جدا بقى وكده يمين وشمال وحاجات كده بيمتعنا الصراحه تستمتع بكابتن احمد الكاس في التمرين طبعا يعني بصراحه يعني كان لعيب كبير قوي طبعا مع منتخب مصر
وبيعاملنا بكل احترام كاننا فعلا ولاده الصغيرين، وبيحاول يعمل بينا ان شاء الله حاجه كويسه قوي في افريقيا وان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. السنه اللي فاتت احنا عملنا او قبل كده بسنين بنذيع مباريات الناشئين على الهواء، لسه 2008 ما حالفهمش الحظ، لكن السنه الجايه والموسم الجديد ان شاء الله هتكون موجوده معانا في خريطه قناه النادي الاهلي ان شاء الله. زعنا ال 2003، زعنا ال 2005، زعنا قبل كده كان 2006، زعنا السنه اللي فاتت 2007، 2008 هتكون موجوده مع السنه الجايه. شايف فكره اذاعه المباريات ازاي زياد، خاصه ان اللعيب بنعمل استوديو تحليلي، اللعيب بيبدا بقى خلاص الجماهير تتعرف عليه، حته انه يلعب لاول مره وهو في الدرجه الاولى في التلفزيون، الناس تتفرج عليه، الناس تقيمه، ممكن يكون عنده رهبه، لكن لما يعيش التجربه دي يعني في الناشئين مباريات كتير بالنسبه له خلاص الامور بقت عاديه. هو طبعا لما اللعيب بيبدا يحس بقى اللي هو في استوديو تحليلي والحاجات دي، ده طبعا بيخليه متحمس، بيخليه طبعا بيتبسط اكتر، بيكون كويس. عاوز يعني عاوز يؤدي بشكل عنده. احسن عاوز يوري الناس هو يقدر بيقدر على ايه، وبرده ده بيخلينا بيحمسنا ان احنا كمان يعني عاوزين نحسن من نفسنا، ان احنا بقى بجد نبقى على التلفزيون بجد اللي هو استوديو تحليلي في كاس العالم يعني ان شاء الله، وفي كل البطولات بتاعت الفيرست تيم، وان شاء الله مع الفيرست تيم الاهلي على طول في افريقيا والدوري باذن الله. شايف الفكره دي ازاي يا عمر؟ هو الموضوع ده يعني طبعا اللعيب ممكن يبقى قلقان منها ولا لا؟ ده احنا يا ريت الماتشات كلها تتذاع. هو الصراحه يا ريت الماتشات كلها تتذاع، لان اللعيب بيبقى نازل مركز، انا الناس هتتفرج عليا، انا لازم اظهر باحسن اداء ليا علشان لو الفيرست تيم محتاجني او اتصعد وانا صغير الناس تكون عندي انطباع كويس من الماتشات دي. فهي الماتشات دي اللي بتبني لك مستقبل او بتوريك فكره للجماهير والجهاز الفني او الفيرست تيم انت لعيب عامل ازاي. خاصه ان انتوا بتلعبوا المباريات في مدينه نصر، مستر مارسيل كولر في الجزيره مع الفريق الاول، فرصه ان هو ممكن هو هناك في الجزيره يتفرج على المباراه، خاصه السنه اللي فاتت جه ماتشات كتير ل 2005 و2003 و2007 وكان متواجد في الملعب، لكن 2008 ما حالفش الحظ انه يكون متواجد، ففرصه كمان للجهاز الفني انه يعرف اللعيب. اكيد هو ان شاء الله يعني مستر مارسيل كولر يتفرج علينا وياخد فكره عننا، و هو اكيد واخد فكره عننا برضو ان احنا فرقه كويسه وكده وعندنا عناصر كويسه ولاعيبه كوره، فيجي يتفرج علينا وان شاء الله يعني يصعد لعيبه تمرين ونبدا يعني ان احنا ننمي الموضوع بتاع الفيرست تيم، وان احنا نبدا بقى اللي هو نطلع فوق معاهم، نتمرن، نلعب ماتشات وديه لحد ما ان شاء الله يعني نطلع نفضل متواجدين معاهم في القائمه. تمام. عمر قال لي ان محمد شوقي يعني اضاف له حاجه، وهو لعيب نص ملعب محمد شوقي، فقال له عايزك تكمل، عايزك تدخل ال 18 تسدد، عايزك تبدا تخش انك يعني تحرز اهداف، ودي هتضيف لك كلاعب نص ملعب. كابتن بدر رجب او كابتن محمد شوقي كلموا معاك برضه يا زياد؟ ممكن اضافوا لك حاجه في ملاحظه، كلموا معاك في النقط دي؟ هو اكيد كابتن بدر وكابتن محمد شوقي بيحاولوا يطلعوا مننا احسن حاجه. كويس. فكابتن محمد شوقي على طول في الماتشات بالذات الماتشات اللي هي بتبقى مشدوده شويه على طول بيقف على الخط ويوجهنا، على طول بيقول لي افضل في ال 18 استنى العرضيات اي حاجه عشان انا فيرويد، لو بلعب بدماغي برجلي جوه ال 18. وبرده كابتن بدر رجب، كابتن بدر حضرتك عارف هو بيحب طبعا لعيبه الكوره قوي طبعا، لعيب المهاري كمان بيحب قوي اللعيب المهاري، بيشغل مخه في الملعب على طول، مكتشف هو. فبيفضل يقول لنا العبوا كوره باص على الارض وان تو هات، وما بيحبش اللي هو كوره عاليه الحاجات دي، بيحب اللي هو العب على الارض لحد ما توصل لجون، دي بتبقى احسن حاجه للكوره يعني، دي اللي بتمتع الجماهير، دي اللي بتمتع اللعيبه، دي اللي بتحفزنا، دي اللي بتخلينا على طول عاوزين نلعب كوره. كويس. كابتن بدر مشهور انه بيطلق الاسماء على اللعيبه زي ما شفنا قبل كده كهربا محمود كار، شفنا تريزيجيه طلع لكم اسماء ولا لسه ما دخلتوش في فورمه الاسماء؟ وبصراحه لا لسه ما طلعش علينا اسماء. لسه هو مع البراعم شويه. طيب عايز اروح للدرجه الاولى. الدرجه الاولى بقى اكتر لعيب بيعجبك في الفريق الاول يا عمر؟ امام، كابتن امام عاشور طبعا، وكابتن مروان عطيه. انا بحاول خدت يعني مركزين مختلفين، واحد مركز 6 واحد مركز 8.
هو انا بصراحه دلوقتي بقيت شايف ان الكوره يعني ما بقاش فيها 6 و8 يعني بقت الثلاثه اللي في نص الملعب بيحاولوا يلعبوا بلا مركزيه يعني ده ينزل شويه وده يطلع شويه فانك تحاول تجمع ما بين الاثنين دي حاجه طبعا مش سهله ومحتاجه مجهود وده اللي انا ان شاء الله بحاول اعمله. يعني انت النهارده بتقول لعيب نص الملعب لازم يكون متكامل انه عنده مميزات يقطع الكوره زي مركز 6 ويجري كتير وزي مركز 8 يبقى عنده الباص حلو عنده رؤيه للملعب صح كده؟ يعني دلوقتي مثلا لما باجي اتفرج على الكوره بره لما مثلا تيجي تسالني عن الدفاع اقول لك مثلا واحد زي كانتي في الهجوم زمان مثلا كان في واحد زي انيستا مهاريا وزافي في الباصات الدقيقه فانت لو حاولت تجمع الحاجات دي من كل واحد حتى لو مش بنسب عاليه انا شايف ان دي هتخليك لاعب مميز عن اللي حواليك. تمام قول لي بقى اللي بيميز مروان عطيه وامام عاشور خاصه انت قلت لي الاسمين دول او اللاعبين دول في النادي الاهلي. هو طبعا الكابتن امام عاشور انا بحب كورته جدا يعني بيمتعني انا بحب الكوره اللي فعلا بتمتع الجماهير والكابتن مروان عطيه في القطع والكابتن طبعا ديانج في القوه فانا بحب الثلاثه طبعا ونفسي ابقى حاجه قريبه بينهم يعني. ان شاء الله تكون قريب كمان في الدرجه اللي هتمر معاهم باذن الله. زياد اللعيب اللي بيعجبك او المهاجم هنقول المهاجم انت خاصه انت مهاجم او لو انت عايز تقول كمان لعيب يعني بيلعب وينج مفيش مشكله. انا بيعجبني قوي كابتن وسام ابو علي. وسام شفت الجون اللي جابه امبارح؟ جون حلو قوي طبعا. هات لنا سمير مخرجنا سمير وعشا هات لنا الهدف بتاع امبارح والهدف برده اللي احرزه في طلائع الجيش في المباراه الاولى الهدف الرابع عشان نتكلم معاهم مع زياد. هو التحرك بتاعه لما عمر كمان لعبها له هو التحرك معانا الهدف وانت بتتكلم تقول عمر كمان معانا الهدف هو التحرك هو اهو وسام هو بيتحرك وكمان خد المدافع في ظهره ايوه دي من اهم العناصر في المهاجم ان هو ياخد على طول ايه ياخد اللعيبه في ظهره عشان يقدر ان هو ايه يبقى وشه كله للجون وسام جسمانيا برده يعني البدني بتاعه كويس هو سريع وطويل وقوي بيقدر يتعامل مع الكور العاليه كويس بيقدر ان هو يفنش بيمينه بشماله وهو هداف كبير طبعا وتحركاته هي اهم حاجه عنده. انت عجبك اول التحرك في الهدف ده اللي معانا مره ثانيه مهاره عمر كمال طبعا في نص الملعب رؤيته عمر وسع هنا يعني راح خد الراجل في ظهره وطلع المدافع بره اللعبه تماما لدرجه ان هو انفرد بالمرمى هنا شوف لعيب اللي طلع بره اللعبه تماما هنا زياد هو اهم حاجه في تحرك وحتى المهاجم وحتى الفينش كمان فيه قوه هو اهم حاجه في تحرك المهاجم لازم يبقى الوقت دقيق يعني هو ممكن لازم يبقى مخلي باله من الاوفسايد فهو دلوقتي اتحرك يعني من ورا المدافع اول وعمر كمال لازم يكون في تواصل ما بينه هو وعمر كمال فاول لما عمر كمال لعبها له راح هو واخد المدافع في ظهره على طول تمام طب شوف الهدف ده معانا الهدف ده برضه في طلائع الجيش من المباراه الاولى هدف من الاهداف الحلوه شوف هنا وسام بص التحرك هنا وارجع لي الاول للتحرك الاول يا سمير عشان يعني هو يعني زياد بيحب وسام ومعجب بيه واخده مثله الاعلى نشوف بص التحرك هنا اول ما طاهر استلم الكره شوف هنا واقف بجنبه ماشي بص هنا التحرك بتاعه ازاي وسع لنفسه وباصص على الكوره عايزك تشرح لي انت الهدف يا زياد هو اهم حاجه التواصل ما بين طاهر ووسام ايوه يعني اول لما وسام لقى ان طاهر شافه راح قام جاي عامل فنت على طول ومن اهم حاجات برضو الفنت عشان تقدر تدي مساحه لنفسك اول لما وسام لقى الفرصه ولقى المساحه راح قام جاي عامل سبرنت راح وكان في تواصل ما بينه وما بين طاهر قام لعبها له من فوق المدافعين وهو الفينش بتاعه ما شاء الله عليه قوي حطها على طول بوش رجله بتتفرجوا على ماتشات الفريق الاول يا عمر واكيد طبعا بتفرج على ماتشات الفريق الاول بس دايما الماتشات اللي هي بتبقى النهائيات الماتش النهائي ده دايما في اي بطوله سواء افريقيا او غيره ده بيبقى ماتش مختلف لان انت بتبقى تعبت طول البطوله عشان توصل سواء بقى هتلاعب فرقه ضعيفه قويه دايما لازم تبقى مركز في الماتش ده اشد التركيز عشان تادي احسن اداء وتجيب بطوله زياده للنادي الاهلي وحتى طبعا من اكتر الماتشات اللي عجبتني كان ماتش القرن بتاع كمان 2-1 ضد الزمالك جون اللي قفشه جابه الابيض ده نهائي افريقيا من اجمل الماتشات اللي انا شفتها الصراحه للنادي الاهلي زياد وبرده النهائي بتاع السنه اللي فاتت اللي هو عبد المنعم جاب فيه الوداد الراس في يعني المغرب. عمر هنا اختار نهائي افريقيا الاهلي والزمالك 2-1 بس الوداد كان برده في جماهير وجماهير الوداد كلها ماليه الملعب طب الاصعب ايه من وجهه نظرك الاصعب انك بتلعب قدام الزمالك
كان عدد قليل من هنا من كجماهير، لكن انت بتتكلم على مباراه اهلي وزمالك وضغط مباراه اهلي وزمالك، وده كان مسمينه وانت بتتكلم على الوداد، وانت هنا يعني انت لازم هناك يعني، خاصه ان الوداد احرز كمان هدف في النادي الاهلي في البدايه، ولازم عشان ترجع المباراه لازم تحرز هدف في ملعب مركب محمد الخامس، كانت مباراه صعبه برضه. فانت الاصعب كان ايه؟ هو بالنسبه لي اللي كان اصعب الوداد، علشان اصلا كانوا جابوا جون في الشوط الاول وكان لازم نجيب جون قبل ما الماتش يخلص، عشان لو كان الماتش خلص 1-1 كان الماتش هيخلص لصالح الوداد. فعبد المنعم جاب الجون بالدماغ وبس. وبالنسبه لي كان ماتش الزمالك، هو طبعا ده حافز اصلا ماتش الزمالك ده، يعني كان نهائي القرن، هو مسمينه نهائي القرن. فهو يعني كان اي واحد بيجي يلعب ماتش اهلي وزمالك اذا كان يعني في الاهلي او في الزمالك بيبقى متحمس يعني، بيبقى نفسه خلاص يعني. عمر جاب هدف في الزمالك، لسه ما احرزش في الزمالك؟ انا احرزت قبل كده بس زمان. زمان وانت كام سنه؟ وانا يعني من 3-4 سنين كده. لعبوا في دوري الجمهوريه برضه ولا ودي؟ مباراه وديه كانت في بطوله زد على ما اعتقد، ولا كانت وعمر احرز هدف في ماتش ميت عقب في الدوري. كان في الجمهوريه. كان بصراحه ماتش يعني كان جون مهم ليا جدا انا. الموسم ده بصراحه ما سجلتش غير الجون ده بس، ده ب 10 اجوان في اي نادي تاني. وكان في الزمالك كمان وفي ملعب الزمالك. دي كسبتوها 2-0. فالصراحه الجون ده من اجمل الاجوان اللي انا جبتها. تمام. زياد انت بقى لك 10 سنين في النادي الاهلي. قول لي في ال 10 سنين يعني اشتغلت مع مدربين كتير، اشتركت في بطولات كتير، اكتر حاجه اتعلمتها جوه النادي الاهلي في ال 10 سنين؟ هو اكتر حاجه اتعلمتها هي شخصيه النادي الاهلي. ايوه. انت دلوقتي لعيب غير اي لعيب تاني، لعيب النادي الاهلي ده طموحاته فوق لعيب فوق اي لعيب تاني. انت عندك ما ينفعش تكسب اي يعني، ما ينفعش البطوله تبقى يعني هي التاني عندنا زي الاخير. لازم هو مركز اول. المركز اول ده هو عينك عليه. على طول احنا لازم متعودين على مركز الاول، انت كلاعب نادي اهلي عندك طموحاتك. حتى في افريقيا فيرست تيم على طول، احنا في اخر 10 سنين حوالي 6 بطولات. وعلى طول لازم يعني انت دلوقتي طموحاتك ما ينفعش تبقى زي اللعيب العادي. تمام. عمر نفس الكلام في الاربع خمس سنين هنا يعني زاد هو كابتنك 10 سنين لكن انت اربع خمس سنين في النادي الاهلي برضو ابرز الحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي. طبعا شخصيه النادي الاهلي يعني انت دلوقتي النادي بيربي فيك يعني، مثلا لما تيجي الاهلي لا قدر الله يبقى خسران او متعادل بتبقى عارف والحكم بيدي الوقت الاضافي الاهلي هيجيب وهيكسب. فبيربوا فيك الشخصيه دي من وانت صغير عشان دايما تلعب لحد اخر ثانيه بروح، لان انت لابس فانيلا في مليون واحد يتمناها في مصر. في ماتشات كنتوا متاخرين فيها في الدوري ورجعتوا المباراه في اخر ثواني وكسبتوها؟ في مباراه اللي هي بتاعت كانت الانتاج الحربي، كان كنا هناك في الانتاج، كان في صوره هنا اللي هي كنت عامل انا فيها حركه علشان كان هو الجمهور كان قاعد بيشجع الفريق الثاني. قاعد بيشجع الفريق الثاني وبعدها هم جابوا جون تعادلوا معانا واحنا كنا متاخرين في الاخر. رحت انا جايب جون راسيه. كسبت المباراه دي. كسبناها 2-1 عشان احنا اصلا كنا مباراه اللي هي بتاعت الانتاج الحربي دي على طول بتبقى مباراه قويه. مباراه قويه كده شويه معقده. تمام. عايز اخدكم برضو سريعا للدوري الممتاز، منافسه قويه ما بين الاهلي وبيراميدز بطوله الدوري في الاسابيع الاخيره. شايف بطوله الدوري ازاي؟ شايف فرص النادي الاهلي ازاي؟ النادي الاهلي بياخد كل مباراه لوحدها، والمباراه اللي جايه مباراه مهمه يوم الجمعه، مباراه الاهلي وبيراميدز. طبعا المباراه دي هتبقى ليها تاثير كبير على اللي هياخد الدوري. وطبعا زي ما حضرتك قلت ان كل ماتش بماتشه، انا دلوقتي رايح العب بيراميدز انا بركز في ماتش بيراميدز ومش فارق معايا اي ماتش تاني. اكسب الماتش ده اخش على اللي بعده. يعني انا مركز في مباراه مباراه. وخاصه ان الماتش زي ما انت بتلعب بيراميدز زي ما تلعب اي فرقه تانية، في الاخر هم الثلاثه بونت اللي هتاخدهم هنا هم اللي هتاخدهم هنا. دوري. فده يعني ده بيخليك تركز في كل ماتش عشان انت عندك هدف انك تاخد البطوله. تمام. نفس الكلام يا كابتن زياد. هو طبعا مباراه بيراميدز دي زي عندنا كده مباراه انبي. يعني اللي هيكسب هو اللي تقريبا يعني هو اللي هيقرب للدوري. هو اللي هيقرب بالنقط وبالماتشات. هو الاهلي متاخر شويه في الماتشات علشان افريقيا. بس عادي يعني برضو ما بيلعبوا ماتشات في ايام قليله، بس ان شاء الله يعني هنكسب ماتش بيراميدز ده وان شاء الله نكسب الدوري باذن الله. اخيرا بقى عايز اعرف يعني طموحاتك
مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله؟ طبعا اي لعيب في النادي الاهلي يتمنى ان هو يطلع فيرست تيم. ان شاء الله اطلع فيرست تيم وابقى معاهم على طول في القايمه ونلعب افريقيا وناخد افريقيا معاهم كمان باذن الله وابقى من نجوم النادي الاهلي ان شاء الله. تحقق كل طموحاتك يا زياد. ايضا كابتن عمر العدوي. وانا طبعا طموحاتي برضه ان انا العب فيرست تيم بس في سن صغير لان دلوقتي طبعا بقت الكره حتى بره بقت اللعيبه الصغيره بتقود البلد. فيعني انك تلعب فيرست تيم وانت صغير دي حاجه هتفيدك جدا في الخبرات وكمان لما تكبر هيبقى عندك عمر طويل في الكوره. وانتوا ان شاء الله عناصر مبشره وان شاء الله يعني نتنبأ ليكم ان شاء الله انكم تكونوا مستقبل لنادي الاهلي بشرط التزام في التمرين، حافظ على نفسك خارج الملعب، اسمع كلام مدربي، والفرصه هتيجي ان شاء الله. اهم حاجه ان انا اكون جاهز ليها وانتوا ان شاء الله تكونوا يعني مواهب للنادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا يا كابتن زياد. شرف ليا يا كابتن. شرفتنا ونورتنا كابتن عمر. شرف ليا يا كابتن. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيوفي الكابتن زياد ايوب وكابتن عمر العدوي، اثنين من نجوم المستقبل في النادي الاهلي. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم الساعه 9 الاهلي امام بيراميدز. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده انتهت حلقتنا، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي حلقه من الاشبال.